أهلا وسهلا بحضراتكم. ست أم محمود عندها طفلين 6 و4 سنوات، هي عايزة تحفظهم القرآن الكريم. هي في قرية نائية جدا، ما فيش حد في المسجد بيحفظ. نتمنى أنه يعني مشروع الكتاب يصل إلى كل مكان في سائر المحافظات، ويعود هذا العمل الجميل مرة أخرى، لأنه مهم جدا بالنسبة للغة العربية وبالنسبة للقرآن الكريم. درجة ونداء في نفس الوقت. وهقول لحضرتك، بتقولي إن أنت مشغولة والوالد أزهري لكن مش متفرغ لأنه هو بيشتغل. يعني الميسور كما علمنا العلماء، الميسور لا يسقط به المعسور، يعني في حدود المتاح بالنسبة لحضرتك. يعني ممكن إن احنا نردد لو في صورة معينة أنا كمان أسمع معاهم وخديها قدر الطاقة، إن شاء الله 5 آيات كل يوم، ونقرأ من خلال الإذاعة ونصححهم ويقعدوا يحفظوهم. وبعد كده حضرتك بس تقومي على الأقل بدور إنك أنت تسمعي عشان يبقى في متابعة، وفي المصاحف اللي بتعلم كمان فممكن نسأل عنها، ولا مانع الجيران والأصدقاء نسأل، ربما يكون في حد أنت مش واصلة له بيكون يقدر يجيلكوا ويقدر إن هو يعلم القرآن الكريم. في برضو تطبيقات بتنزل على المحمول أو تقدر تنزليها عندك، بحيث أنه بتردد الآية أكتر من مرة، فتبقى ده شيء كويس برضو يسمعوا كتير، إن السماع برضو مهم في مسألة التعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأولادك إن شاء الله معلم حاذق فاهم متقن يعلمهم القرآن الكريم. وطبعا انت لما هتاخدي الجديد اللي هو لسه انتوا بتقروه لأول مرة بنحفظه، وبعد كده بجيب بقى آيات جديدة، فهاجي أسمع لهم القديم والجديد بالراحة كده في الأول، عشان بعد ما يقطعوا شوط في القرآن اللي حفظناه ما ننساهوش. لازم أعمل ورد للقديم اللي تم حفظه وللجديد اللي احنا بنحفظه، يعني هيزيد بعد كده بالوقت، فعشان بس يتمكن وما يتفلتش القرآن إيه منهم. دي طريقة مبدئية إلى أن تجدي إن شاء الله. طبعا هو الأساس في هذا العلم التلقي عن شيخ ثقة في هذا المجال، وفي نفس الوقت باخد بيتلقى الطالب أو مريد التلاوة من شيخه، يشوف بينطق إزاي وبيعلمه زي ما أنتوا بتشوفوا معانا في الكتاب وزي ما مشايخنا علمونا. لكن هتبتدي بما هو متاح إلى إن شاء الله بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ييسر لك من يعلمك ويعلم أولادك القرآن الكريم.